دكتور تامر، امتى اعالج كيماوي وامتى اعالج ايه الانواع التانية؟ هرموني 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 وامتى علاج موجه وامتى جراحه؟ ايه 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 كل حاله بتحتاج فيها بناء على ايه؟ سرطان الثدي. نقسم بس عشان معاك الميكروفون. طيب خلينا نقول النهارده عايزين نفصل ما بين علاج المراحل المبكره وعلاج المراحل المتاخره او العلاج المراحل المنتشر. لو مسكنا اورام الثدي المبكر هنجد ان مش كل سيده بيتم علاجها زي التاني، ولذلك ده بيعمل نوع من اللبس في المجتمع لان ما عندهاش المرجعيه العلميه. تقول لك لا طب ما المريضه سين اتعالجت بجراحه في الاول. نفس حجم مرض المريضه شين اللي عملت علاج في الاول، ليه؟ ليه ده عمل جراحه وليه ده عمل علاج؟ لازم ابقى واضحين ان اورام الثدي هي عباره عن في التصوير شكل واحد ولكن في المعمل انواع مختلفه. في هناك انواع بنسميها الهرمون ايجابي، وهذه الانواع اقل نسبه في امكانيات الانتشار، فبالتالي ممكن الجراح او المعالج يوجه للجراح للبدايه بالجراحه. طب كم في الميه النوعيه دي؟ لحسن الحظ 70%. طب الجراحه دي استئصال هذا الورم فقط؟ استئصال جزئي على حسب طبعا جزئي؟ تقنيه الجراحه استئصال جزئي مع بعض الغدد الليمفاويه من تحت الابط. دكتور شعلان ممكن يتبحر في النقطه دي فيما بعد. ولكن اللي عايز المعلومه المهمه ان المرجعيه العلميه بتقول ان اورام الثدي الايجابيه الهرمون اللي بتشكل 70% من اطار اورام الثدي دي ممكن نعمل فيها جراحه طالما الحجم صغير ويسمح بالجراحات التحفظيه. انما بنجد سيدات اخرى لازم نعمل لهم علاج الاول. ليه؟ لان طبيعه الخلايا المعمليه بتاعتهم مختلفه وليست هرمون ايجابي. ففي نوعيتين مختلفين عن الهرمون ايجابي، نوعيه بيسموها ثلاثي سلبيه ونوعيه اخرى بيسموها متحوره الجين. طيب ايه متحوره الجين دي؟ في جين اسمه الهيرتو بيعلمه كل المعالجين بتوع الاورام في العالم. خلايا سرطان هي خلايا زئبقيه بتقدر انها تتحور وتعمل على الاسطح بتاعتها جين معين عشان تقدر تتكاثر دونا عن النظام المحكم في الجسم. ما هو الجسم كله في حاله احلال وتجديد. في خلايا بتموت والخلايا بتموت علشان الجماعه تعيش. ولكن تيجي خلايا تتحور فتجد لنفسها فرصه انها تنمو في وسط منتظم وتاخد من تغذيه هذا الوسط وتبتدي تهاجمه. دي الخلايا السرطانيه بيبقى عليها الطفره الجينيه. الطفره الجينيه دي على مدار العقود اللي فاتت تمت ابحاث كتيره قدرنا نفهم ان 15% من اورام الثدي عندهم الطفره الجينيه دي، والدراج ديفلوبر مصنعي الدواء والعلماء قدروا يعملوا الادويه اللازمه لعلاج هذه الطفره. مهاجمتها مباشره. اللي بيسموه؟ المباشر اللي هو العلاج الموجه. انا بسميه معالج المباشر ده. نتائج ساحقه ساحقه. العلاج الموجه قد يؤدي بعض احيان ان نلاقي الجراح بيكلمنا يوم الجراحه احنا مش شايفين مرض، هو المرض راح فين؟ والشعر ما يقعش دي جزئيه اخرى. في بعض انواع العلاجات لاورام الثدي الشعر ما بيقعش، ولكن لا زال العلاج الرئيسي لاورام الثدي هو علاج بيساقط شعر. ما وجدناش حاجه زيه بالتوازي كفء في الوقايه او العلاج. انما هناك طبعا تقنيات اجهزه طبيه بتحاول تقليل تساقط الشعر، الايس كاب اللي بيتحط اثناء العلاج. كل دي وسائل. انا بس اتحسن وبعدين ان شاء الله الشعر هيطول. طيب. يعني دي من طيب. يعني انا المهم ان هم يفضلوا يرجعوا لاهاليهم زي ما بيقولوا. مفهوم. نرجع للنقطه والسؤال بتاع سهير. يبقى في مشاريح اسمها الجين ايجابي محتاج علاج موجه. يبقى دي ما اتعالجتش زي الهرمون ايجابي اللي الجراحه عملها جراحه في الاول. وفي نوع تاني لا في جين ولا في هرمون، نوع غريب جدا اسمه بيسموه ثلاثي السلبيه، حتى مش واضح معالمه ايه. المرض ده مؤخرا قدرنا ندخل فيه ما يسمى العلاج المناعي، وابحاث العلاج المناعي نجحت في هذا المرض كعلاج استباقي قبل الجراحه. النوع ده نوع شرس جدا على فكره. ده النوع الشرس اللي بيسموه سريع جدا. قعدنا سنوات طويله بنشوف ايه وسائل علاجه الى ان دخل مؤخرا علاج المناعي فيه. لو سأل هو في علاقه بين السرطان والمناعه؟ طبعا صراحة اكيد العلاقه وثيقه طبعا. اي مريض عامل زراعه كلى او زراعه كبد بياخد مثبطات مناعه عنده ثلاث اضعاف احتماليه ظهور اورام عنده. اذا هناك علاقه وطيده جدا. طب اقول لكم حاجه لو معايا وقت، اقول لكم حاجه في دقيقه قصه صغيره جدا. عايزه اسال بس دكتور،
اول اكتشاف لعلاقه العلاج المناعي او المناعه والاورام ترجع الى عام 1879. ليه؟ عام 1879 اللي هو كان السنه اللي اكتشف فيها توماس اديسون المصباح الكهربائي. في السنه دي في امريكا في مستشفى اسمها نيويورك هوسبيتال دخل مريض اسمه فريد شتاين. المريض ده بيشنت زيرو، بيشنت عنده كانسر في رقبته. اوكي. الراجل ده عنده كانسر اسمه ساركوما، كانسر عنيد جدا. اوكي. ودخل واتعمل له جراحه في مستشفى نيويورك. طبعا الكلام ده مدون في مستشفى على فكره. وبعد ما عمل جراحه حصل ارتداد، عملوا جراحه تاني والتالت ورابع مره يعمل جراحه قالوا له انت هوبليس كيس، احنا مش قادرين نشيلها خلاص، اصبحت ملتصقه في الاوعيه الدمويه وفرصتك في النجاه صفر. ويا عيني جاله احباط شديد وجهزوا له الخروج من المستشفى. وقبل ما يخرج حصل له انفكشن بكتيري ستريبتوكوكال انفكشن، وده كان قبل ما تطلع البنسلين عام 1929 الكسندر فلامينج، ما كان ايام مفيش انتيبيوتكس. جسمه سخن وحراره وعرق وبطش حمراء في كل جسمه وتعبان وبطاطين. وبعدين بعد 3 4 ايام تبتدي العدوى البكتيريه تروح، جهازه المناعي يتحرك. ودي حاجه مش غريبه، جاله دور وخف. لكن الغريب لقوا الساركوما اختفت لما جهاز المناعه يتحسن، لما جهاز المناعه اتحرك. فكان اول تدوين لحاله في العالم بتربط ما بين مناعه الشخص وما بين سرطان.